أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن من حديث عبيد الله ابن محصن الأنصاري. الأمن نعمة عظمى يغفل عنها أكثر الناس ولا يقومون بشكرها ولا يتفكرون في منافعها، ولا يحرص الأكثر من الناس على حفظ أسباب هذه النعمة من العمل بالطاعات ومجانبة المحرمات. نعمة الأمن بهجة الحياة وحارس ما يخاف عليه الإنسان من الحرمات والمصالح والمنافع والآمال. الأمن أخو الإسلام وقرينه، وتابع الدين وخدينه، وصاحب الإسلام في كل زمان ومكان. فحيثما حل الإسلام وصحبه الأمن ولزم. عن خباب بن الأرق رضي الله عنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: إنكم قوم تستعجلون، إن من كان قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الطعينة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. قال حاتم: فلقد رأيت ذلك. أمن طبق الأرض وذللها أمن طبق الأرض وذللها وظللها بظله الضليل الوارد، فبدد المخاوف كلها بحلول الإسلام في القلوب وتطبيقه في حياة الناس. والأمن الذي يحبه الله ويرضاه وشرعه لنا هو الأمن على الدين، فلا يفتن مسلم في دينه ولا يغيره إلى غيره. والأمن على الدماء فلا يعتدى عليها ولا تسفك وتضيع. والأمن على العقول من المسكرات والمخدرات وأسباب الأمراض. والأمن على الحرمات والأعراض فلا تنتهك ويعبث بها المفسدون المجرمون. والأمن على الأموال فلا يعتدى عليها ويتسلط عليها أحد. والأمن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حارس الدين، وقد جعله بعض أهل العلم ركنا من أركان الدين. والأمن حماية المجتمع من كل ضرر وشر، وإيصال كل نفع وخير إليه كل فرد ومسلم بحسب قدرته على ذلك. وهذا الأمن لا يحققه إلا الدين الإسلامي العظيم، لأنه من عند الله العليم الحكيم الرحمن الرحيم،
وأما القوانين التي يضعها الناس بأهوائهم فلا تحقق شيئا من هذا كله. والحمد لله أن دستور بلادنا القرآن والسنة